خلوني ارحب دلوقتي بضيفي على سكايب بالاستاذ نزار عبد العزيز الامين العام للجبهه الوطنيه العريضه من بريطانيا. استاذ نزار اهلا بك معنا في ايه الحكايه؟ اهلا بك، اهلا مرحبا بك. اهلا بك استاذ نزار. لو تكلمنا عن اخر التطورات في السودان اليوم وخصوصا بعد الدعوات اللي انطلقت من تجمع المهنيين بالاعلان العصيان المدني، الدعوات اللي بتدعو المواطنين الى النزول في الشوارع يوم 30 اكتوبر لمواجهه الانقلاب. التحية التي وتحية لقراءة الشرق. الحقيقة هي انقلاب على ثورة ديسمبر المجيدة وضد تطلعات الشعب السوداني الذي يرغب في الديمقراطية والعدالة والسلام، وكان يأمل بأن تتم الفترة الانتقالية حتى يتحرك إلى الديمقراطية التي ينشدها وينشدها الجميع بعد حكم وديكتاتوري فاسد ومستبد استمر لفترات طويلة للأسف الشديد. والحقيقة التي نريد أن نوضعها أنه دائما المؤسسة العسكرية يعني حسب الوثيقة الدستورية أو أي دستور في السودان هي جزء من مؤسسات الدولة، لا يحق لها الحكم ولها مهام واختصاصات يحددها الدستور، ودائما تكون تحت السلطة المدنية. بالتأكيد تجمع المهنيين أخرج هذا البيان ودعا إلى مقاومة الانقلاب، وهناك طبعا يدعو الى المليونيه بتاعه 30 اكتوبر نهايه هذا الشهر لدحر ذلك الانقلاب. ولاول مره يعني حقيقه في السودان يكون الانقلاب له تبعات جماهيريه وبصوره يعني لم تحدث قبل ذلك في انقلابات كثيره التي قرانا عنها وشاهدناها، انقلاب اكتوبر 64 وابريل 85. فهذا الانقلاب يعني الشعب السوداني انتفض منذ فجر التحركات التي بدأت، كانوا في الشارع شيبا وشبابا ورجالا ونساء وأطفالا، فهم يدافعون عن ثورتهم وعن دماء الشهداء التي أريقت. للأسف الشديد هناك بعض الانتهازيي الثورات ومن بعض المدنيين أو السياسيين الذين يعني كان لهم دور في ذلك الانقلاب، وكما هو معروف لديكم يعني بعض من الاعتصام حصل في القصر الجمهوري وقصة شرق السودان وبعض الاختناقات والأزمات الاقتصادية والانفلات الأمني وما شابه ذلك كانت كلها مبررات وداعم ومؤكد أن هناك شيء سوف يحدث. وقد كنا في قناتكم قبل شهر عند الانقلاب الذي سمي بكراوي الذي سميناها بالكوميديا السوداء، ولحد الآن لم يأتي شخص أو لم نرى نيابة أو قضاء أو محاكمة حتى عسكرية، كان تمهيدا ذلك كان تمهيدا للانقلاب الحقيقي الذي كان سيمر الآن، خاصة يعني بعد ما كان مجلس السيادة من المفترض أن يسلم الرئاسة مجلس السيادة للمدنيين، وخاصة في دساتير السودان ودستور السودان يعني دائما رئيس مجلس السيادة هو القائد الأعلى للجيش. هل نفهم من ذلك لأنه قائد ميليشيا الدعم السريع يتبع، ليس يتبع للجيش السوداني، يتبع للقائد العام للقوات المسلحة السودانية بنص ذلك عندما يعني أتى عمر البشير بحمايتي أو حمايتي كما يسمينه، أتى لحماية عمر البشير فهو يتبع مباشرة. هل كانوا يتخوفون من حلها أو ماذا؟ ما كنا يعني للإسراع بذلك الانقلاب للأسف الشديد. طب بعد الانقلاب بدأ يبقى في ردة فعل دولية كبيرة جدا زي البيان اللي صدر من الخارجية الأمريكية والاتصال اللي تم كمان مع رئيس الوزراء، يعني أنا مش عارفة أقول رئيس الوزراء الحالي ولا السابق بعد المشهد الحالي في السودان، يعني ماذا نقول على السيد حمدتي؟ ماذا نقول عنه؟ أسفة حمدوك، يعني ماذا نقول، رئيس الوزراء السابق أم رئيس الوزراء الحالي؟ يعني هناك حاليا نسميه رئيس الوزراء فقط، نسميه رئيس الوزراء. نعم هناك يعني الوثيقة الدستورية لا تعطي البرهان الحق في فعل ذلك، وهناك عدم يعني فهم لتلك الوثيقة واضح من الجانب العسكري، ولكن على حمدوك هو الذي كان من المقرر أن يفعل ذلك.
أما البرهان فهذا انقلاب عسكري مكتمل الأركان والجوانب يعني. هل حضرتك تعتقد أن بعد التدخلات الأمريكية وتدخلات الاتحاد الأوروبي واللي هدد بشكل كبير جدا أن ده قد يؤثر على الدعم المالي للسودان، هل ممكن يغير من المشهد في السودان أم أن المشهد ده هيتغير فقط بمواجهة الشعب؟ أول حاجة نحن لا نعول على المجتمع الدولي، نعول على مجتمعنا السوداني الصابر القوي المناضل الذي عارك تلك الأنظمة العسكرية الشمولية المستبدة ويعرف كيف يأتي بالديمقراطية للشعب السوداني. المجتمع الدولي الذي ينادي بالديمقراطية لشعوب المنطقة يعني على استحياء، وأنا أقولها على استحياء، ولكن أحيانا تبقى مصالحه هي فوق تلك الدعاوي. نعم سمعنا الولايات المتحدة وسمعنا دول ترويكا وسمعنا الاتحاد الأوروبي، واليوم الاتحاد الأفريقي جمد عضوية السودان إلا من 3 دول، موقفها كان واضح، وتلك المواقف يعني عندما كان البرهان يجتمع يعني كان في يجتمع مع المبعوث الأمريكي، الرجل لم يذهب يصل بطائرته إلى الدوحة، كان هذا الانقلاب قد تم. فالبرهان كان في زيارة للقاهرة فأتى فكان الانقلاب عن تم، عشان ولهذا نرى الهجوم الشعب السوداني، وأنا أعتقد أنه أحرج تلك الدول بحدوث ذلك الانقلاب مباشرة بتلك الصورة يعني المتسرعة والسريعة. أي نعم وصفه بالكاذب، ولكن نريد أن نعرف الحقيقة، نحن أيضا نريد أن نعرف الحقيقة، نعرف أن الولايات المتحدة موقفها قوي وثابت وداعم للحراك السوداني وللتحول المدني الديمقراطي، ولكن نحن لا نريد أقوال، نريد أفعال على الأرض، نريد من المجتمع الدولي أن يقاوم كما يقاوم الشعب السوداني الآن هذا الانقلاب، أن يرجع إلى سكناته ولا حدوده المعروفة والمشروعة له واختصاصاته للقوات المسلحة التي لها اختصاصات حسب السلطة حسب الدستور والمؤسسات الدولة حسب الدستور يعني، فهو جزء من مؤسسات الدولة لا يحق له الحكم، له مهام محددة معروفة، لكن للأسف الشديد هي طبيعة الانقلابات، وكما ذكرنا سابقا أيضا بأن الذي حدث في انقلابات تغيير في تشاد في مالي في غينيا في بعض الدول، هناك الاتحاد الأفريقي جمد وهناك مباحثات وهناك دول تدخلت، فأتم يعني لا نريد أن نعول على المجتمع الدولي كثيرا، لكن نعول على الداخل السوداني والشعب السوداني المكتوي الآن بنيران ذلك بهذا النظام، وللأسف الشديد هذا النظام لأول مرة تشترك فيه يعني حركة الدعم السريع وحركات مسلحة يعني أتت تبع اتفاقية جوبا نراها تتجول أيضا داعمة للبشير، حتى الجيش السوداني الذي نتمنى أن يكون له موقف واضح وصريح، ونحن نعلم بأن هناك شرفاء في الجيش السوداني ووطنيين لا زالوا موجودين قلة منهم، لكن نعلم جنرالات الجيش أغلبهم يعني من النظام السابق والنظام المطور الوطني، يعني كدول شقيقة كمصر مثلا التي كانت تنادي بعلاقاتها مع البرهان وهذه العقيدة التي أتى منها إذا كانت إسلامية وغيرها، لكن واضح أن هناك إذا المصالح النظام العسكري يا دكتور، النظام العسكري بيتصالح في أي وقت وتحت أي ضغط، النظام العسكري وممكن يتحول ويتحول برامجه يعني بالضبط يعني. مصر والإمارات يعني من أكبر الداعمين للانقلاب العسكري، الإمارات معروف دورها في المنطقة العربية، إحنا بندعم أي انقلاب، ومصر الحقيقة يعني سلطة جت بانقلاب عسكري، من الطبيعي إنها تدعم الانقلابات الأخرى يعني، ومش هتبقى هي بس المنقلبة في المنطقة. هسأل حضرتك سؤال أخير دكتور نزار، توقعاتك لدعوات النزول يوم الجمعة، هل هيكون في مشاركة قوية من الشعب السوداني ولا ممكن أنها ما تكونش قوية بالشكل الكافي، خاصة أن النهاردة وبعد مرور يومين فقط في هدوء نسبي في الشوارع السودانية؟ هو بالتأكيد سوف يستثمرون ذلك الهدوء النسبي في الشارع السوداني لأنهم يريدون ذلك، ويعرفوا بأنه كما ذكرت لك بأنهم يعني كل الانقلاب كان متوقع ومعد له دائما يعني، بس فقط التوقيت والأحداث التي كانت صايرة في القصر الجمهوري شفتوها أحداث الشرق
الخنقة الاقتصادية والأمنية والانفلات الأمني وما ذلك كانت كله مؤشرات لأنهم يريدون الانقلاب على ثورة الشعب. ولكن أتوقع أن الشارع السوداني الذي لا زال يخرج وينتفض وسيواصل في انتفاضته، ورأيتم كيف هناك الأعمال معطلة وكذا، لهذا لابد، يعني نحن ذكرنا أنه لابد من العصيان المدني الشامل والإضراب السياسي لإجهاض هذا الانقلاب ورجوعه إلى موقعه الأول، رضا أم رضا أو انقلاب عليه أيضا، لأنه للأسف الشديد نحن وراء مشروع هذه الدول التي ذكرتيها، هناك مشروع خطر كبير جدا اللي هو مشروع قائد ميليشيا الدعم السريع اللي هو حميتي. ذلك عرفنا المشروع بتاع البشير الأتى الأيديولوجية الإسلامية نعرفها ونفهمها، لكن مشروع حميتي ما هو؟ مشروع ليس لديه فكر، ليس لديه رأي، ليس لديه من رجل، يعني لا نريد أن نصفه بالجهل فقط أو بشيء، ولكن هذا المشروع خطر جدا الذي سيكون سيفعله قائد قوات الدعم السريع وسيتمدد في السودان وسيكون خطر على دول الإقليم بما فيها مصر وما فيها غير مصر. فذلك المشروع خطر على الدولة السودانية أيضا واحتمالية تفتيتها وانهيارها، لأنه يعمل لمصالحه ولدول معينة بعينها، ونحن نتخوف الآن حقيقة. نحن كمان متخوفين من تكرار السيناريو المصري، لأن الحقيقة حتى الآن ماشي بحذافيره، باستثناء الحقيقة أن النهاردة فيه هدوء في الشارع السوداني على عكس ما كان في الشارع المصري، كان فيه مليونيات استمرت يمكن لسنة تقريبا. أستاذ نزار عبد العزيز الأمين العام للجبهة الوطنية العريضة، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على مداخلتك معانا.